السلام عليكم بنات، كدايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نقدم معكم واحد القصريه ديال كسكسو. تبارك الله كلشي تيعرف كسكسو. بغيت نوجد معكم الطريقه ديالي ديال كسكسو بالتفايه، تيجي هائل. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. بالنسبه للمقادير عندنا كميه اللحم، التوابل عندنا سكنجبير، الخرقوم، والبزار، والملحة، واحد الضمة ديال البنة، وعندي واحد البصلة مشلطة، وربيطة ديال القزبر ومعدنوس، وربع كاس ديال الزيت. بالنسبة للتفاية عندي واحد ثلاثة البصلات شنفتهم، وعندي الزبيب مرقد في الماء، كذلك الحمص والقرفة والسكر سنيدة. طريقة، تنجيبو أنا نديرو في كوكوط باش نسربي. تنجيب كوكوط تندير فيه اللحم على حساب أفراد العائلة، وتندير واحد البصلة لي شلط، بصلة متوسطة، وربع كاس ديال الزيت. وبالنسبة للتفاية تنجيب شي طنجرة وتندير فيها ديك البصلة اللي شنفت على هاد الشكل. عندي ثلاثة البصلات أو ربعة، وتندير الملحة ونص كاس ديال الزيت. وتنخلي هاد البصلة حتى تتشحر وطيب. من بعد تنضيف داك الزبيب اللي كنا رقدناه في الماء من قبل، رطبناه، تنضيفو على ديك البصلة، من بعد تنحط الكوكوط ديالي درنا فيها اللحم والبصلة، تنخليها تشحر شوية. ولأول مرة تشوف قناتي نرجو الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. من بعد تنجيب شي طنجرة أو كوكوط، تندير فيه الحمص والماء، ونصد الكوكوط ديالي ونخلي هاد الحمص يطيب. أنا هذه هي الطريقة ديالي ديال الكسكسو. وتنشكركم على التعاليق ديالكم. لا كبر بكم. توابل، تنضيف دوك التوابل على اللحم ديالي. عندي سكنجبير والملحة والبصل والخرقوم. الطعمة ديال البنة ما تنضيفهاش دابا. ونبقى نحرك باش يتشحر لي داك اللحم والبصلة. من بعد تنمرق وتنضيف ربيطه ديال القزبر ومعدنوس، ونسد الكوكوط ديالي. من بعد عندي السميده ديال الطعام، تندير شويه ديال الزيت. انا تنسبق الزيت وتندخل داك الزيت في داك السميده ديال الطعام مزيان. السميدة ديال الطعام تتجي خفيفة، أنا تتعجبني السميدة ديال الطعام. يمكن لكم ديرو في الكسكس، أنا درت في كوكوط باش نسربي صافي. ونخلي السميدة ديال الطعام تفور. صافي نخليها تفور. بعد ما تفور التفويرة الأولى، وتنزيد واحد كاس ديال الماء، تنبللو مزيان بالماء،
وتندخل داك الماء حتى تيشرب في ديك السميده ديال الطعام، ونخليه جانبا حتى ينشف، عاد نديرو التصويره الثانيه ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما شحرات مزيان ديك البصيله مع داك الزبيب، سنضيف واحد جوج معالق او ثلاثه ديال السكر سنيده، الحلاوه تبقى على حساب كل واحد. وهاد البصيله تجي معسله واللون ذهبي، وتنضيف واحد معلقه كبيره ديال القرفه، تنوزع داك السكر والسنيده والقرفه على ديك البصله، صافي، ونخليها تعسل حتى تاخذ اللون الذهبي، ونوريكم المرحله الثالثه ان شاء الله. من بعد ما درنا التصويره الاولى للسميده ديال الطعام، تنضيفو الجزر او خيزو، انا هذه هي الطريقه ديالي والطريقه ديال كل واحد، كلشي تيعرف تبارك الله يطيب كسكسو. انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي، صافي، تنسد الكوكوب ديالي، نضيف واحد ضرمة ديال البنة، صافي، وندير السميدة ديال الطعام ديالي تفور التصويرة الثانية. من بعد ما التصفورات السمينه ديالي التصفوره الثانيه، تنضيف شويه ديال الزيت والملح، راه تقطع لي المقطع، صافي، تنصطم بحال الطريقه حتى تنكمل. قبل الحمص تنزيدو على ديك البصله اللي كنا عسلنا، صافي، ونحرك مزيان حتى يتخلطوا لي دوك العناصر ديك البصله وداك الحمص. صافي، نردو فوق البوطة ونقص العافية حتى تتعسل مزيان ديك البصلة، وهذه هي البصلة ديالي من بعد ما تعسلات تاخد واحد اللون ذهبي. انا تنزيد عليها الحمص، وكل واحد طريقته. من بعد ما درت السميدة ديال الطعام ديالي التصويرة الثالثة، تنزيد القرعة الحمراء حتى الأخير حيت هي دغيا تطيب،
كنت نزيد واحد مطيشه حكيتها في الحكاكه، مطيشه صغيره. صافي نخلي هاد القرعه تطيب، هي دغيا تطيب. وها الكسكسو ديالنا من بعد ما طاب تجي هائل، نتمنى يعجبكم. وديك التفايه تجي هائله، تاخذ واحد اللون ذهبي. وتنتمنى يعجبكم هاد الطبق. الى فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.